الماء والطبيعة، ما مصدر الماء؟ الحصة الأولى. ألاحظ، نلاحظ هنا الصورة، الأرض تتكون من يابسة ومن الماء. أتساءل وأفترض، إذا ما مصدر هذا الماء؟ من أين يأتي هذا الماء؟ إذا أكتب هنا السؤال، من أين يأتي الماء؟ إذا أفترض، إذا الفرضيات، من أين يأتي الماء؟ إذا يأتي الماء من مصادر متنوعة. أتحقق، عندنا هنا مجموعة من الصور ستساعدنا على التحقق من الافتراض الذي افترضناه في البداية. ألون تحت الصور مصادر الماء الطبيعي بالأزرق وما بناه الإنسان بالأخضر. البئر بناه الإنسان، ملون بالأخضر. أحواض، إذن من بناء الإنسان، ملون بالأخضر. الأمطار مصادر ماء طبيعية، ملون بالأزرق. السد من بناء الإنسان، بناه الإنسان، إذن ألون بالأخضر. الثلوج مصادر ماء طبيعية، ألون بالأزرق. النار مصدر ماء طبيعي، ألون بالأزرق. أستخلص، للماء مصادر طبيعية كالثلوج والأمطار والأنهار، ومصادر من صنع الإنسان كالآبار والسدود. كلمات مهمة: سورس مصدر، أودوس ماء عذب، أو صالي ماء مالح. أطبق، أكتب أرقام صور المياه المالحة، أكتب أرقام صور المياه العذبة. إذن عندنا البئر ماؤه عذب، الأحواض ماؤها مالح، لأننا نستخرج الملح من هذه الأحواض. ماء الأمطار عذب، ماء السد عذب، الثلوج عذب، ماؤها عذب، النهر ماؤه عذب. إذن الأحواض فقط ماؤها مالح. إذن الصورة رقم 2 ماؤها ملح. إذن والأرقام الأخرى ندرجها في الماء العذب. أكتب أرقام صور الماء المالح 2، أرقام صور الماء العذب 1، 3، 4، 5 و 6.